شرقا وشمالا يحاط العراق بخطوط الصدع الأكثر نشاطا في المنطقة، وما زلزال القرن في الجنوب التركي عنه ببعيد. فاجعة زلزال مرعش ما تزال حاضرة في الأذهان. حجم الدمار الناتج عن فاجعة القرن دفعت المؤسسات المعنية إلى إعادة حساباتها في تشييد البنايات. المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الإعمار والإسكان أجرى جلسة علمية لمناقشة أساليب النظم الإنشائية في الأبنية المقاومة لقوة الزلزال. وتحت هذا المنطلق يعني يأتي اليوم هذا المؤتمر كاستجابة لهذه التغيرات المناخية الذي ينظمه المركز الوطني للاستشارات الهندسية، وإن شاء الله يتم خروج بتوصيات وإعداد كراس استرشادي لدرء أو تقليل خطر الزلازل الذي من الممكن أن يشهده البلد. فإذا له عدة شدات وله مقدار زلزالي واحد. ثلاثة بحوث علمية طرحت بحضور وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني أوضحت وضع العراق جيولوجيا خلال الفترة القادمة بتواجده ضمن المنطقة المعرضة للزلزال. طروحات وإرشادات تقلل من حجم الخطر قدمت لاعتمادها في نظم إنشاء البنايات مستقبلا. أهم هاي الأساليب والنظم أنه اعتماد جدران كونكريتية تبدأ تربط ما بين الطوابق دون وجود فاصل طابوقي بين الطوابق، وهناك طريقة خاصة باستخدام حديد التسليح يجعل البناية مقاومة للزلازل. أما الأبنية العالية هناك أساليب أخرى تستخدم بالأسس بالأعمدة، منها استخدام المخدات البلاستيكية. أبرز توصيات المركز الوطني للاستشارات الهندسية جاءت بعدم منح إجازات البناء لأي جهة ما لم تأخذ بنظر الاعتبار الاحتياطات اللازمة في بناء المجمعات السكنية وخصوصا العمودية منها. أحمد مؤيد، يو تي في، بغداد.